انت يا عبد العزيز. بعدين يا ابني ده كده خراب بيوت، دي لا اصول تجاره ولا اصول شغل. احنا واخدين بضاعه بالشيء الفلاني وحاطين كل الفلوس اللي حلتنا فيها، يعني كده يبقى ايه شربناها البضاعه دي؟ لا استنى يا عبد، ما تستعجلش يا ابني، تحرق ايه؟ احنا علينا وصولات، اتكلم مع الناس الاول. مفيش حل تاني يا عم زكريا، احرق. لا حول ولا قوه الا بالله. قوم يا شعلان روح اعمل لنا حصر البضاعه علشان تجيبها الصبح هنقلها هنا في المعرض. بقول لك يا عم زكريا، سيب شعلان بقى في حاله، انت مش جبتني؟ اديني قاعد اهو. وانا جايبك عشان تقعد كده زي اللي غرق دراه. لا عشان اعيش اللحظه. طب يلا توكل على الله عيش اللحظه. اديني ماشي يا عم زكريا. مالك يا ولد؟ الباب مقفول يابا. الباب مفتوح. مقفول. مفتوح يا ولد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. العزيز مالك يا ابني؟ مالك؟ أنا تمام، مفيش حاجة. أهلا 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 حبيبتي، عرفت إزاي إن أنا هنا؟ عرفت المكان إزاي؟ يا أهلا أهلا بيك. اتفضل دي هديتك، ومن فضلك أنا ما أسمحلكش إن أنت تجيب لي هدايا تاني. مش أنا البني آدم اللي بتقبل هدايا من حد ما تعرفوش. أنا بكلمك على فكرة. في إيه يا بنتي؟ موبايل اللي بتتكلم عنه؟ أنا مش فاهم حاجة. بس بكمل الدور، ما هو عادي، ده سجني بيعلم بلاوي. الاستاذ جالي اكتر من مره شغل، مره يجيب لي ورد، ومره يجيب لي كرواسون، ومره يجيب لي لاتيه. خطيبي خد باله وبدا يتخانق معايا، وفي الاخر جاب لي موبايل. خلاص يا بنتي ما تقلقيش، انا هكلم معاه، انا هكلمه. الموضوع ده ينتهي من فضل حضرتك. حتى جوه على المكتب، ولو سمحت مش عايزاك تعمل كده تاني. اللي حضر عفريت يصرفه. نزلت من هنا عملت انقلاب في الشارع. في اقبال في الشراء؟ ياه فوق ما نتخيل يا دكتور. عظيم، على بركة الله. عبد العزيز اخباره ايه؟ عامل زي الفرخة الدايخة. انت شفته؟ لا. امال بتفتي ليه؟ ما هو داير عمال يسأل ويستفسر في كل المحلات. وانت عرفت منين؟ انديل كلمني. انديل؟ اه. طب انا عايزك تحلق عليه كمان وكمان، عايزك تقفل عليه كل البيبان. ده انا عينيا، انا همنع لك عنه الميه والهواء والشمس كمان. شفت؟ مش لسه كنا بنقول الكلام ده وانت كنت عايز تبيع الشقه؟ يا ابني اللي عنده اي حاجه اليومين دول بيمسك فيها بايده واسنانه. ولسه عايز ابيع الشقه اكتر من الاول، مفيش حل تاني. كلام اللي بتقوله ده يا عبد العزيز؟ مش هفضل افكرك بابنك الغلبان ده. يعني اعمل ايه ياما؟ اضرب الارض اطلع بطيخ؟ محتاج سيوله ومفيش قدامي غير بقى الشقه والعربيات. انا مش موافق على الموضوع ده خالص. ذب الواد هيبقى في رقبتك، والنبي ما تعمل كده. هو انت هتحل مشكله بمشكله اكبر؟ هو احنا هنلعب قمار؟ مش شايف نفسك بتكسب تقوم تزود خسارتك؟ طب لو قلتلك ان هدور الفلوس وعوضه عن كل اللي راح؟ انت لسه قايم بعضمة لساني ان السوق غدار ومش مضمون، تقوم تسيب المضمون وتمسك في الطايح ابن عم رايح؟ ولا طايح ولا رايح. الظاهر ان كلامك صح يا عم، طبرها من عندك يا رب. افرجها يا رب، افرجها من عندك يا رب.
تفرجها يا قادر يا كريم. صاحبتك اتأخرت ليه؟ زمانها جاية. زمانها جاية. صباح الخير يا ندى. صباح الخير يا مديري. صباح الخير. لما انت عارفة اني مديرك فحد يجي متأخر بعد مديره برضو؟ طبعا يا ريس. امال ايه؟ هو انت بتقبض قليل؟ اقبض بس اللي انت بتاخده وتلاقيني جيت لك من النجم. يا ساتر يا حنين على الصبح يا ناقصة قر على الفقر. تفتكري نقعد مع بعض 5 دقايق في البريك؟ حاضر، تحت امر حضرتك يا فندم. ضروري.